انت شو عم تعملي هون كمان؟ انشغل بالي عليكم سامي، كمان هالمرة شربان كتير. ما ليش خلى شيء إلا وعمله؟ بعرف سامي، بعرف، اعذره. سوزان وسعيد كانوا عم يحكوا بصوت عالي وأنا سمعتهم شو قالوا. ليش انت شو سمعتي؟ إنه هاي اللي اسمها منال طلعت حامل والولد من أخوك سعيد. هو ليش صاير شي تاني؟ هالولد هذا مو من سعيد. كيف مانو منه؟ مو منه وانتهينا. ايه؟ أنا مخنوق وبدي شم شوية هوا. اخترعي أي شي لبابا وشوفوا انتو. خليل شو بدي قله يعني؟ عمي أحمد، مثل ما حكينا أنا وياك من قبل، إذا سوزان حابة تكمل دراستها أنا رح رتب أمور حياتنا على هالأساس، ما هيك سوزان؟ ما فهمت. اللي عم قوله فيك تكملي دراستك بعد الزواج؟ ايه أكيد. على كل لسه بكير لنحكي بهالمواضيع يا ابني. مظبوط، الوقت اللي بتشوفه حضرتك مناسب خبرني وبعدين بنحكي. شاي ولا قهوة؟ شو بتحب نضيفك؟ لا ما في لزوم. سامي وينه شاهي؟ نسي بطاقة الكريديت كارد وقت كان عم يعبي بنزين، راح يجيبها ويرجع. على شو مستعجل؟ كان الصبح بيجيبها لاحقين. يعني عيب يترك ضيفه. ليش عيب عمي أحمد؟ الله يسامحك أنا مو منكن. أنا تسمحوا لي بدي أمشي طبعا بعد إذنكن. بكير خليك نكمل السهرة. لا تأخر الوقت ولازم روح، وبكرة في عنا شغل كتير. طيب مثل ما بدك يا ابني، براحتك. عمي أحمد شكرا كتير على العزيمة. أهلا وسهلا فيك يا ابني. لا تأخذهم لسعيد وسامي، هدول مثل أخواتك. أنت اللي قلت هيك صح؟ أنه صرنا عائلة واحدة. مزبوط. مزبوط. وشكرا كتير مرة تانية. شاهينات سحرتينا اليوم، الأكل كان غير شكل. صحتين وعوافي، هذا الشي بيساعدني أكيد. ناطرينك مرة تانية إن شاء الله. سوزان يلا حبيبتي، وصلي سيد خليل على الباب. تصبحوا على خير. تصبح على خير.